في عام 2007 بيصدر رئيس باكستان برويز مشرف عفو رئاسي عن رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، وبترجع لباكستان علشان في نفس السنة تدخل الانتخابات التشريعية. وفي 27 ديسمبر عام 2007 وهي في مؤتمر مع مؤيدينها بيحصل اللي عمرها ما فكرت فيه واللي ارتبط وقتها باسم واحد وهو برويز مشرف. تعالوا نبدأ القصة من منظور تاني خالص. سنة 1964 بينضم برويز مشرف للجيش الباكستاني وهو 21 سنة بعد ما خلص دراسته في الأكاديمية الباكستانية العسكرية وخاض الحرب الهندية الباكستانية اللي كانت بسبب النزاع على منطقة كشمير الواقعة على الحدود بين الدولتين. ويستمر مشرف في الترقي لغاية ما وصل قائد لواء المدفعية في الجيش الباكستاني في منتصف الثمانينات، وبعدها قائد فرقة مشاة، وفي عام 1998 بيترقى لرتبة فريق أول ويصبح قائد الجيش، وده بفضل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف. وبعدها بسنة وفي عام 1999 بيقرر مشرف من نفسه انه يدخل عساكر باكستانيين يسيطروا على جزء في منطقة كارجيل بإقليم كشمير، والمنطقة دي كانت تحت سيطرة الجيش الهندي. العملية دي كانت كفيلة تقوم الحرب من جديد بين الهند وباكستان. بعدها حس نواز شريف ان بقاء برويز هيبقى كارثة على سلطته وعلى باكستان كلها، فيقرر يعزله في نفس السنة بدعم من الرئيس الامريكي كلينتون مقابل تسليم اسامة بن لادن الموجود في افغانستان والمطلوب الاول في امريكا حتى من قبل الاحداث 11 سبتمبر. وبالفعل مشرف اللي كان راجع من سريلانكا يصدر نواز شريف قرار بمنع طيارة مشرف من النزول على الأرض، علشان بعدها بالتليفون من الطيارة يقود مشرف انقلاب على نواز شريف ويخلعه من سلطته، تحديدا في 12 أكتوبر سنة 1999، ويعطل العمل بالدستور الباكستاني ويعلن الأحكام العرفية في البلاد. وفي عام 2001 يجبر مشرف الرئيس الباكستاني محمد رفيق طرار انه يسيب الحكم ويعلن مشرف نفسه رئيسا على باكستان، ودي كانت خطوة يعني تحصيل حاصل لان باكستان جمهورية برلمانية. وبعدها يعمل مشرف استفتاء شعبي على بقائه في الحكم، وطبعا مش محتاج اقول لكم الاستفتاء طلعت نتيجته ايه، 98% لصالح برويز مشرف بمنتهى الشفافية. طبعا مش محتاجين نقول ان فترة برويز مشرف كانت فترة سودة في تاريخ باكستان اللي ما كانتش كبيرة الصراحة. مشرف خد موقفين ما كانوش موجودين قبله في رؤساء باكستان. اولهم كان عايز يأمن موقفه من امريكا، فبدأ يسلم المجاهدين والمقاتلين العرب الموجودين في باكستان لامريكا، وده خلاه عدو للجماعات المسلحة الباكستانية ومعاهم تنظيم القاعدة. تاني شيء هو كان محتاج علشان يرسخ حكمه انه يتنازل عن شوية حاجات منها حدود بلده، تخيل يعني. وبدل ما كانت الحكومة من قبله بتدعم الجماعات المسلحة في كشمير كتأمين حدودي ضد الهند، لا، قرر مشرف انه يتوقف عن دعمهم ويسيب ظهرهم بدون حماية للهند بكل قوتها، وده اللي خلى الطرفين اللي هما تنظيم القاعدة ومقاتلين كشمير ينفذوا ضده محاولات اغتيال، اهمها اللي حصلت في مدينة راولبندي، لدرجة ان الانتحاري اقترب من عربية مشرف جدا لكن العملية ما نجحتش. وغير العملية دي فبرويز مشرف اتعرض لمحاولتين اغتيال تانيين. برويز كان اعداؤه كتير فوق الوصف، واكتر من اي سياسي في تاريخ باكستان، لا مش اي سياسي، ده أكتر من أي شيطان ولا راجل في تاريخ الكرة الأرضية كلها. ورقة كده واكتب معايا أعداؤه: الجماعات المسلحة في كشمير، تنظيم القاعدة، طالبان، أنصار طالبان جوه الجيش الباكستاني، واللي سهلوا محاولة الاغتيال اللي فشلت. ده الجيش نفسه كان أغلبه عدو لبرويز مشرف، وده ظهر بشكل رسمي لما أعلن قائد الجيش الباكستاني ميرزا بيج ومدير المخابرات الباكستانية السابق حميد جول إن وجود برويز مشرف على رأس الجيش الباكستاني وقراراته وتحالفه مع أمريكا عار كبير. تخيل كل ده في أول سنتين في حكمه بس، لدرجة إن تنظيم القاعدة حطته على قائمة اغتيالاتها بعد أحداث سبتمبر 2001. طبعا هو كان بيسلم مقاتلين تنظيم القاعدة لأمريكا مقابل ملايين الدولارات مش حبا في تمثال الحرية. أعداء برويز مشرف ما كانش بس الجماعات المسلحة، لا، لكن كمان الأحزاب السياسية وبالتحديد حزب الرابطة الإسلامية اللي قائده صاحبه وحبيبه نواز شريف اللي خلعه من الحكم.
والحزب الثاني اللي ميوله يسارية وهو حزب الشعب الباكستاني بقيادة الشخصية الأهم والمقاومة الأهم السيدة بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان في دورتين من 1988 ل1990 ومن 1993 ل1996. وهنا برضه قدر مشرف يتصرف ويقلب الموضوع لصالحه وقدر يعمل أحزاب كرتونية ينزلها الانتخابات البرلمانية علشان ياخد أغلبية في التصويت على القرارات اللي عايزها وإنه يمرر القوانين اللي على مصالحه. وده ظهر جدا في تمرير التعديل اللي عمله في عام 2002 علشان يدي الانقلاب شرعية ويخلي موقفه قانوني جدا. لكن هنا بقى ظهر عدو جديد لبرويز مشرف، تفتكروا مين؟ هقول لكم، هو افتخار أحمد شدري رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اللي كان مدعوم من نقابة المحاميين لأنهم شايفينه بينقلب على الدستور وبيعدل فيه. تفتكروا بيرويز مشرف عمل إيه؟ من غير تفكير طبعا انقلب عليه وشاله من منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وللي مش واخد باله ده من أهم خمس مناصب في الدولة. نقف هنا شوية. بنظير بوتو اللي كان أبوها ذو الفقار علي بوتو رئيس وزراء باكستان قام في عام 1976 بتعيين محمد ضياء الحق رئيسا لأركان الجيش متجاوزا قيادات كتيرة قبله كانت أحق منه بالمنصب، وده لأن ضياء الحق من وجهة نظر ذو الفقار علي بوتو ما كانش ليه أي ميول سياسية وكان لاعب جولف محترف، وكان بوتو عايز قائد جيش لا يشكل أي تهديد عليه، فاختار ضياء الحق لأنه كان عارف أنه شخصية بسيطة ومن غير ما يعد وقت كتير. وبعدها بسنة تحديدا سنة 1977 قاد محمد ضياء الحق انقلاب على ذو الفقار علي بوتو وسجنه وأعدمه سنة 1979. بنظير بوتو كانت دارسة العلوم السياسية في أوكسفورد وواخدة فيها دكتوراه، وتدرجت في العمل السياسي في حزب أبوها اليساري العلماني ومسكت رئاسة الوزراء أول مرة سنة 1988، لكن بعد 20 شهر بس وفي عام 1990 بيقلها غلام إسحاق خان رئيس الجمهورية بعد اتهامها بإهدار المال العام واتباع سياسة الخصخصة وتوقف إصلاح المؤسسات. هل نقول هنا إنها مظلومة؟ أقول لك يمكن لأ، والله أعلم، لأن حكومة نواز شريف اللي جت بعدها اتبعت سياسة الخصخصة وحققت نجاحات ملموسة. الفترة الثانية سنة 1993 بتتعين بوتو رئيسة للوزراء تاني بأغلبية من أعضاء مجلس الشعب، وبتتعمل انتخابات رئاسية بيفوز فيها فاروق الإغاري اللي كان شخصيته ضعيفة جدا وكان الحكم كله في إيد بوتو علشان تعد السنين من غير جديد ولا إصلاحات حقيقية وتخلص بوتو دورتها وبس كده لغاية هنا. في عام 2002 مشرف كان عايز يتخلص من بنظير بوتو لأنها معارضة ليه، فالقضاء عنده أصدر أحكام ضدها بتهم التلقي رشاوي والفساد العام وبيمنع دخولها البلاد لأنها محضرتش محاكمتها علشان تفضل في بريطانيا بتقود ضد مشرف معارضة قوية. كمان مرر قانون غريب جدا وهو تحديد دورتين فقط لرئيس الوزراء لتولي المنصب ده، ودي حاجة غريبة جدا وأول مرة تحصل تشريعيا. معارضة بوتو من بريطانيا كانت شديدة وخصوصا مع ضعف حكم مشرف وإفكار باكستان أكتر وانتشار الإرهاب بشكل أبشع من قبل بسبب عداواته مع الجماعات المسلحة، فبدأت الناس تسمع كلام بوتو اللي لما تدعو لمظاهرات الناس تنزل الشارع وبدأت تتحول لزعيمة سياسية. وفي عام 2007 قرر مشرف يصدر عفو عن بنظير بوتو ويدعوها للعودة لباكستان وتقاسم السلطة، وفعلا بترجع بنظير بوتو وبتقرر انها هتنزل للانتخابات وتلف باكستان كلها. مشرف طبعا ما قعدش مربع ايديه، لأ، على طول في اكتوبر سنة 2007 حصل تفجير في مؤتمر لدعم بنظير بوتو مات فيه 125 واحد، تخيل. لغاية 27 ديسمبر عام 2007 لما بيتم اغتيالها في مؤتمر ليها وسط مؤيدينها لما انتحاري فجر نفسه بالقرب منها وكمان اتضرب عليها الرصاص واتصابت في الرقبة والصدر. بعد حادثة التفجير كان في لغط كتير، هل ماتت هل لا، هل ماتت بسبب التفجير ولا بسبب الرصاص، لكن طلع بيان رسمي بعدها بتلت ساعة يعلن عن وفاتها رسميا. تقرير الحكومة طلع ايه بقى؟ طلع انها توفت نتيجة ان دماغها خبطت في سقف العربية وهي بتحيي الناس، وطبعا ده مش حقيقي والاغلب قال ان اللي قتلها هو الرصاص اللي اطلق عليها من قرب. طبعا مين عمل كده من غير تفكير؟ مين صاحب مصلحة انه يعمل نفسه طيب وجاب المعارضة الاهم ليه علشان يفتح المجال العام؟ من غير تفكير برضو هتعتقد انه بيرويز مشرف مش لوحدك،
كلنا الصراحة، وابنها وزوجها والمعارضة وأمة الإنسانية كلها اتهمت طبعا بيروز مشرف، ولكن طبعا محدش قدر يثبت ده لأن بيروز مشرف كان حريص على أن الحقيقة ما تظهرش، لدرجة أن المدعي العام أو ممثل النيابة اللي كان مكلف في البحث عن القضية والتحقيق فيها علي تشودري ذوالفقار تم اغتياله في ظروف غامضة. وفي شهر مارس عام 2008 وجهت الشرطة الباكستانية الاتهام رسميا إلى بيت الله محسود، وهو زعيم ميليشيا طالبان باكستان، بالإضافة إلى 6 آخرين بينهم ضابطين شرطة بتهمة التخطيط واغتيال بنظير بوتو. وأعلنت أن منفذ الاغتيال هو شاب يبلغ من العمر 15 عام بيدعى بلال. عملية الاغتيال كان من الواضح جدا أنها من أفعال حركة طالبان باكستان. حكيم الله محسود كان مسؤولا عن طالبان باكستان. المخابرات الباكستانية قامت بتسجيل أصوات، ونحن نعلم أنهم قاموا بعملية الاغتيال، لكن السؤال يبقى حول ما إذا كانت هناك مؤامرة خلف تصرف طالبان باكستان. هذه هي القضية، ولسوء الحظ كنت أنا خارج المشهد لمدة عام ونصف. زوجها كان رئيس البلاد، لماذا لم يحقق ويكشف الحقيقة؟ الأمر بسيط فعلا. كثير من الناس يعتقدون بوجود تآمر من قبل زوجها، لأنه المستفيد الأكبر من عملية اغتيالها للأسف الشديد. الحدث ده خلى شعبية بيروز مشرف تتراجع أكتر وأكتر، لكن اللي زاد الطين بلة هو اقتحام المسجد الأحمر. المسجد الأحمر ده يا سيدي اتعمل سنة 2006 بدعم من المتشددين الإسلاميين الأخوين عبد العزيز وعبد الرشيد غازي، ومنظمة الأخوين دول دعت لفرض أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من القانون المدني، وكانت مصدر تحريض شديد ضد الحكومة الباكستانية، وقادوا هجمات إرهابية كتير أو تخريبية. وكان المسجد متحصن فيه أكتر من 1300 طالب علم منهم أطفال و100 مسلح. بيروز مشرف قرر في 3 يوليو سنة 2007 حصار المسجد ده لمدة أيام لإجبارهم على الخروج منه وهدمه. وفي 11 يوليو عام 2007 وبعد فشل المفاوضات اقتحمت قوات بيروز مشرف الجامع وقتلت 154 شخص منهم أطفال وستات كانوا بيدرسوا جوه ومنهم مسلحين طبعا، واعتقلوا 50 كمان. الحدث ده خلى حركة طالبان تقوم بعمليات ضد باكستان وتبدأ حرب على الشمال الباكستاني، وقيادة حملات إرهابية انتحارية أدت لوفاة 3000 باكستاني، علشان بعدها تخرب البلد أكتر بسبب قرارات بيروز مشرف، ويقدم استقالته في أغسطس عام 2008 بعد 8 سنين قاد فيها بلده للخراب. وكعادة الدكتاتوريين سافر مشرف بره بلده وهرب، وتحديدا لدبي علشان يكمل فيها بقية حياته. لكن في عام 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام على بيروز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لبلده وتعطيل الدستور وعدم توفير حماية لبنظير بوتو والانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. حرفيا كان ناقص يتهموه في أحداث 11 سبتمبر. طبعا بيرويز فضل في دبي لغاية ما مات في فبراير عام 2023 في المستشفى، علشان تتقفل صفحة سيئة في تاريخ باكستان من دكتاتور بائس مهموش غير مصلحته، وكان ممكن يبيع كل حاجة علشان يفضل في الحكم. قولولنا في الكومنتات تفتكروا بيرويز مشرف ايه اغبى قرار اخده، او كنتوا تعرفوا ايه عنه؟